أعزائي مشاهدي برنامج شارع العرب، أهلا ومرحبا بكم في أولى حلقاتنا بعد فترة غياب مش كبيرة في قناتي المفضلة قناة الصحة والجمال. فرصة إن أنا أشكر جميع العاملين في قناة الصحة والجمال خلف الكاميرات، قناة عزيزة عليا، وأنا سعيد إن ألتقي بكم مؤخرا في برنامجكم شارع العرب على قناة الصحة والجمال. حلقتنا النهاردة في برنامج شارع العرب هتبقى حلقة مختلفة شوية، هنلقي الضوء على الأندية والدور اللي بيقوم به الأندية داخل المجتمع المصري. ليس دور الأندية هنا مش دور رياضي فقط، لا، ده دور رياضي، دور فني، دور اجتماعي، بيقدم خدمات كتير، بينشئ أجيال. دعونا الأول نرحب بزميلتي الإعلامية رانيا طبيع اللي هتشاركني في برنامجي النهاردة وهتشاركني إن شاء الله في الحلقات القادمة بإذن الله. أهلا بك يا رانيا. حضرتك أستاذ منورة. ميرسي لحضرتك. أهلا بيك. أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في برنامج شارع العرب. هنطلع مع حضراتكم تقرير عن انتخابات نادي من أحد النوادي الكبيرة في مصر. أنا بعتبره من أحد الأندية الكبيرة في مصر، ما يقلش عن نادي الأهلي ونادي الزمالك ونادي الشمس من حيث المساحة ومن حيث عدد أعضاء الجمعية العمومية بتاعته. هنطلع نشوف ماتيريال على الانتخابات في نادي 6 أكتوبر، ونرجع نستقبل ضيفنا عضو مجلس الإدارة السيد الأستاذ أشرف حسين. فابقوا معنا داخل نادي 6 أكتوبر. هنغطي مع حضراتكم انتخابات مجلس إدارة 6 أكتوبر لاختيار مجلس إدارة جديد يحقق طموحات أعضاء مجلس 6 أكتوبر. نادي 6 أكتوبر يعتبر من الأندية الكبيرة في مصر، بل من حيث المساحة ومن حيث الجمعية العمومية بتاعته. إن شاء الله كاميرا البرنامج هتتجول معاكم داخل النادي، هنسأل الأعضاء عن رأيهم إيه في الانتخابات السنة دي وما يتمنوه وإيه أهدافهم لتحقيقها في الفترة القادمة بالنسبة لمجلس الإدارة الجديد. فابقوا معنا. ومن داخل انتخابات نادي 6 أكتوبر لابد أن نلتقي بأعضاء نادي 6 أكتوبر أصحاب الجمعية العمومية اللي هيقولوا رأيهم النهاردة على الانتخابات وما رأيهم السنة دي وإيه الجديد اللي هم شايفينه السنة دي. عرفنا بحضرتك محمد مختار. اهلا بحضرتك. انت شايف ايه الجديد السنه دي في انتخابات 6 اكتوبر او الدايره دي؟ الانتخابات المره دي يعني منظمه كويس جدا، ونامل ان شاء الله ان الساده المرشحين يفوزوا، والحمد لله لغايه دلوقتي ما فيش اي مشاكل، يعني الامن الاداري شاف شغله كويس، ونامل لقادم احسن باذن الله. تتمنى ايه اللي انت تشوفه مثلا السنه دي او الدوره ديت جديد ما شفتهوش مثلا الدورات اللي فاتت في نادي 6 اكتوبر؟ اتمنى من الاعضاء واعضاء الجمعيه العموميه اللي هم دايما يهدوا على مجلس الاداره، لان الناس دايما عندها تشكيك، اللي عنده تشكيك يطلع مكان مجلس الاداره فوق ويعرف ايه الاجراءات الاداريه وايه الاجراءات الروتينيه، ويعرف ايه اللوائح، وان الناس تشتغل علشان يقدروا يطلعوا منتج كويس ويطلعوا انتاج كويس في الاخر باذن الله. بالتوفيق حضرتك. شكرا. اهلا بحضرتك معانا. عرفنا بحضرتك احمد راشد. اهلا بيك استاذ احمد. انت شايف ايه الجديد السنه دي وايه الجديد في الدوره ديت اللي انت ممكن يعني تضيفه او اللي انت تحب ان انت تشوفه في نادي 6 اكتوبر الفتره الجايه؟ بص، هو المره دي الموضوع محير جدا، لان كميه الكفاءات اللي نازله ومرشحه نفسها كبير جدا، شباب كتير جدا، وعشان كده المره دي الموضوع مختلف. يمكن الواحد عمال يراجع كل الاسامي، والفتره اللي فاتت كان بيراجع البرامج، فان شاء الله ربنا يوفقنا ونختار الاصلح. بس طبعا احنا هنميل اكتر ناحيه الشباب، خصوصا الشباب اللي هو ليه دور وشغال في النادي فعلا، الابطال بتوع النادي ولاد النادي فعلا، هو دول المفروض ان هم ياخدوا بقى دورهم في قياده النادي ان شاء الله الفتره الجايه. ان شاء الله وبالتوفيق، وان شاء الله تبقى جمعيه عموميه ناجحه باذن الله. شاكرين لحضرتك. معانا حد تاني من نادي 6 اكتوبر. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. احمد النجار يا فندم. اهلا بحضرتك. أهلاً، حضرتك تقول لنا رايك ايه في انتخابات السنه دي؟ والله يا فندم بصي، انا ملاحظ ان في مشاركه جامده جدا ما شاء الله، يعني من الناس طبعا، وشايف ان في اقبال النهارده، يعني الاعضاء ابتدوا يحسوا ان النادي النهارده لازم النهارده يتحكموا في مستقبل ناديهم، ونادي 6 اكتوبر محتاج لهم، ونادي يمثل المدينه كلها. فان شاء الله اليومين الجايين دول ان شاء الله هيبقى في تحسن من الاقبال اللي احنا شايفينه، وان شاء الله في تنظيم هايل جدا جدا جدا، يمكن كلنا ملاحظين الموضوع ده. حضرتك شايف اختلاف السنه دي عن السنه اللي فاتت؟ طبعا طبعا طبعا، اختلاف وفي تنظيم
وفي تعاون من الداخلية وفي تنظيم هائل جدا، والناس كلها الأعضاء كلهم اللي نازلين كمان الانتخابات كلهم نازلين في وسط الناس، ودي حاجة كويسة قوي. وخلي بالك روح الحماس دي كلها بتنتج، يعني عايز أقولك بتنتج بيبقى فيه هدف وفي نجاح، وطالما في نجاح إن شاء الله يبقى فيه وصول للهدف. طبعا استكمالا لدور المرأة داخل انتخابات نادي 6 أكتوبر كان معنا لقاء مع نتعرف بحضرتك أماني حلمي. إيه رأيك في الانتخابات السنة دي أو الدائرة دي؟ السنة دي ظهر فيها أحسن ناس هم الشباب، كلهم ولاد النادي متربين في الألعاب هنا، عندهم خطط وأهداف وطريقة إن هم يحلوا بالمشاكل اللي هم بيعانوا منها جوه النادي. إيه اللي أنت تتمنيه تشوفي الفترة اللي جاية كان في تأثير في الدورات اللي فاتت؟ أتمنى طبعا أن الولاد كلهم يكون بينهم روح التعاون، ما يكونش بينهم أن هم خصومة فوق، عشان إحنا اللي نستفيد منهم ومن نشاطهم ومن خبرتهم، وأن هم يبتدوا يحلوا مشاكلنا اللي هم كانوا بيعانوا منها وهم أعضاء بس. أنت راضية على الخدمات اللي بتقدم للمرأة داخل النادي؟ لا. طب عندك رؤية معينة؟ طبعا المفروض ان المرأة في النادي مش بتيجي هنا عشان خاطر تقعد وتتكلم، لا لازم يكون لها نشاط، النشاط ده لازم يكون ليه دعاية. ايه قيمة ان النادي يكون فيه انشطة كتير تخص المرأة احنا ما نعرفش عنها حاجة؟ انا عضو تقييم النادي مدينة 6 اكتوبر. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. عارف اسم حضرتك؟ وليد القاضي. اهلا وسهلا بيك يا استاذ وليد. رأي حضرتك ايه في دور الشباب في النادي؟ والله انا شايف ان عموما الجمعية العمومية في نادي 6 اكتوبر بتختلف عن اي جمعية عمومية اخرى، ناس هنا مثقفة، ناس فاهمة، وهي عارفين مين اللي جاي هيفيد النادي ومين اللي جاي يعمل شو. عموما اغلب اصدقائي وقرايبي واصحابي في النادي بيقولوا احنا مش هندي القايمه معينه، احنا جايين ناخد الناس اللي هي جايه تشتغل، الناس اللي جايه عايزه تغير، مش الناس اللي جايه تعمل شو وخلاص. اللي عنده خطه عمل بالفعل. وانا شايف في شباب كتير اسمها مسمع هنا من ولاد النادي، والناس كلها يعني اسمها متردد، مرشحين كتير، وباذن الله باذن الله الشباب هتكتسح في الانتخابات الحاليه، وهيغيروا الفكر القديم بقى. يعني ان كان في مشاكل في مجلس الاداره اللي فات، غالبا كل الناس كانت بتعاني من الاهمال اللي متواجد في النادي والارض اللي اتخذت، ومشاكل كتير في حمامات السباحه، ومشاكل كتير في ملاعب كره القدم. ففي ناس جد في البرامج بتاعتها حطت خطه عمل، انا حضرت لهم ندوات واثق فيهم. شايف ان في تغيير في خطه العمل؟ شايف ناس جايه مش تتكلم وخلاص، ده هم ناس منظمه، يعني هيعملوا حاجه على ارض الواقع بالفعل. انا متاكد من كده ان شاء الله. استكمالا لانتخابات نادي 6 اكتوبر لابد ان نلتقي الناس اللي قدام اللي اعضاء في نادي 6 اكتوبر نسالهم على رايهم في الانتخابات. رايح نتعرف على حضرتك الاول. الحاجه ناديه محمد خليفه. عيدوا يا حاجه ناديه في النادي بقالك قد ايه؟ بقالي قد ايه؟ انا الف عضويتي. رقم الف. يعني بقى من ساعه النادي ما اتنشا. ما اتنشا ليه؟ لان كان الباشمهندس الله يرحمه اول ما النادي ابتدى يتعمل كلفه الباشمهندس جوزي من الجهاز انه يدير النادي، يبقى مدير النادي وياخد باله من النادي ويبتدي يدخل الالعاب والحاجات. محمد احمد ابراهيم. تمام. طب ايه اللي حضرتك تتمنيه في النادي، او حضرتك النهارده نازله من بيتك عشان تختاري مجلس اداره جديد؟ أيوة. فانت اكيد ليكي اهداف وليكي طموح عايزه تشوفيها في النادي الفتره اللي جايه. اللي يمسك النادي بلاش بقى القدام، كفايه ما نشوف الدم الجديد ده، ما نجرب يمكن تيجي معاه حلوه. الشباب مثلا. الشباب. والدم الجديد. ولو في واحد صغير ونازل على الرئاسه يمسكها، بلاش القدام بقى. نادي 6 اكتوبر من الانديه الكبيره واكبر جمعيه عموميه موجوده داخل مع باقي الانديه الكبيره في مصر، فطبعا لابد من ان اعضاء الجمعيه العموميه داخل مدينه 6 اكتوبر بيكون ليهم اهداف وعايزين يشوفوا النادي دوت. ايه اللي حضرتك شايفاه ناقص للنادي عايزاه يتعمل الفتره اللي جايه؟ المهم الجديد يبقى العضو يطلع علشان ولاده يلعبوا، ولاده يعرفوا يعني ايه النادي. على فكره مصر النهارده احنا ما بنخرجش في اي حته الا النادي. اكيد طبعا. لان طبعا التكلفه الماليه ما بقتش تفتح فئه معينه اكيد. فالنوادي دي حاجه كبيره لينا قوي، فاتمنى منفذ بالنسبه لكم. ايوه.
اتمنى من ربنا يا رب اللي ينجح يسر خاطرنا. مره تاني في نادي 6 اكتوبر نتعرف بحضرتك. مصطفى صلاح الدين عضو هنا في النادي وجاي النهارده طبعا عشان الانتخابات، ويعني هي ماشيه بشكل كويس بشكل محترم، و يعني الافضل هو اللي هيكون وهيظهر ان شاء الله في النتيجه النهارده ان شاء الله، وربنا يوفق الجميع باذن الله. حضرتك تتمنى ايه من المجلس الجديد؟ والله انا اتمنى من المجلس الجديد ان احنا ما يبقاش الاخطاء القديمه، وما يبقاش فيه ديون متراكمه، ما يبقاش فيه موضوع زي موضوع الارض اللي راح منهم بسبب شويه اجراءات بسيطه كانوا ممكن يتخذوها، كانوا ممكن يحافظوا على الارض ساعتها. ده طبعا ده اهمال من المجلس القديم، مش هنقول هو تعند من اجهزه الدوله قد من هو اهمال من المجلس القديم، عشان لو المجلس القديم عارف يعني ايه اليات ويعني ايه التعامل مع هيئه مجتمعات عمرانيه ويعني ايه التعامل مع جهاز مدينه، اكيد الارض دي ما كانش راحت منهم، عشان هي اكيد الارض راحت باشتراطات، عشان هم ما نفذوش الاشتراطات البناء او الاشتراطات اثبات الجديه اللي هم مفروض يحافظوا بيها على الارض. فطبعا عمر ما الدولة او الهيئة المجتمعات العمرانية تاخد منهم الارض كده يعني ما فيش حاجة عافية، لكن هو خطأ وسوء ادارة. فلازم بقى الفترة الجاية كلنا كاعضاء حتى هنتابع ونشوف ادارة افضل. والاعضاء دايما طول ما هم بيتابعوا الادارة وبيتابعوا النادي اكيد الادارة هتبقى احسن ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. انا اسمي دكتور حمدي عبد الفضيل، انا عضو هنا في النادي. يعني انا بقول ان هي من احسن الحاجات الواحد عملها كاستثمار في حياته ان انا استثمرت في عضويه النادي دي. النادي ده نادي اجتماعي رياضي. الحقيقه المجلس اللي فات ليه اخفاقات وليه طبعا انجازات، بس من ضمن اخفاقاته اللي احنا عاوزين نتلافاها في المجلس الجديد ان احنا نقلل تكاليف الرياضه، الاشتراكات الرياضيه. التكاليف زادت قوي بشكل مبالغ فيه. طب التكاليف زادت، الحياه زادت، لا احنا البنش مارك بتاعنا هو نادي زي نادي الصيد مثلا. الخدمات فيه رغم ان هو نادي يعني كفئه او كاتيجري اكبر شويه الا ان خدماته ارخص، ودي حاجه غريبه شويه. نحب نتعرف حضرتك. المستشار علي ميدان، نائب رئيس هيئه قضايا الدوله ورئيس اللجنه القضائيه المشرفه على انتخابات النادي. اهلا وسهلا بحضرتك. ايه رايك في حضرتك الانتخابات؟ الحمد لله الانتخابات يعني بتسير بصوره مرضيه وطبيعيه من الصبح. اللجنه فتحنا في الموعد المحدد هو الساعه 9 صباحا. الاقبال الى حد ما مرضي. العدد كويس في الاقبال يعني؟ العدد كويس، وطبعا الساعه 7 هنقدر نقول العدد كام بالتحديد. ما عندناش مشاكل، امور ماشيه بصوره طبيعيه. اي عواقب قابلت اللجنه الانتخابيه؟ الحمد لله عمليه الادلاء والاصوات بتتم بيسر وبكل مرونه وسهوله. الساده المستشارين يعني موجودين في لجانهم وبيبذلوا قصارى جهدهم، حققوا للناس كل سبل الراحه عشان يقضوا اصواتهم، والامور ماشيه الحمد لله بصوره مرضيه يعني. نتعرف بحضرتك. المستشار احمد محمد خليل، نائب رئيس هيئه قضايا الدوله وعضو اداره التفتيش الفني بالهيئه. اهلا وسهلا بحضرتك. في اي مشاكل قابلت اللجنه؟ خالص، الامور ماشيه بشكل طبيعي جدا. الجمعيه العموميه منعقده من الصبح والامور ماشيه بشكل طبيعي، ما فيش اي مشاكل. اعتقد الناخبين بيدلوا بصوتهم بمنتهى اليسر. في تعاون من كل الجهات سواء اداره النادي او الناخبين لانجاح عمليه ديمقراطيه هي في مصلحه النادي في النهايه، لا يوجد خاسر ولا فائز. طب العدد شايف حضرتك العدد قد ايه؟ يعني احنا متوقع ان الجمعيه العموميه هتكتمل، لان احنا نقارب من ال 4000 والنصاب القانوني للجمعيه العموميه 5000. تمام. فاحنا بنقترب من ال 4000، فاعتقد الجمعيه العموميه هتكتمل ان شاء الله. يبقى في عمليه فخز واعلان نتيجه الانتخابات باذن الله الساعه 7 ان شاء الله. ان شاء الله الساعه 7 بالظبط باذن الله ان شاء الله. ومن داخل برضك نادي 6 اكتوبر لابد ان احنا ناخد راي المراه، لان راي المراه مهم جدا في الخدمات اللي بيقدمها النادي. تتمني ايه حضرتك الفتره الجايه بالنسبة للنادي وبالنسبة للخدمات اللي هتقدمها للمرأة أو اللي حضرتك بتتمنيها؟ بتمنى إن النادي يبقى يعني الخدمات فيه تبقى أحسن من كده شوية، ويهتموا بالرياضة مع الأولاد ويعني بس. الجديد اللي أنا شايفه الحماس اللي موجود عند كل الأعضاء لتصحيح مسار النادي. أنا شايف حماس كبير عند أعضاء النادي
وعند المرشحين كلهم بدون استثناء. عين القاء جديد لعضو تاني، اهلا بحضرتك. عادل غيث. اهلا وسهلا بحضرتك، تتمنى ايه بانتخابات النادي السنه دي؟ لا احنا السنه دي ان شاء الله عايزين نقف ورا مجموعه معينه اخترناها عشان ننهض بالنادي. يعني كفايه السنين اللي فاتت دي النادي ما فيش تطورات. في فرق بين الانتخابات السنه اللي فاتت والسنه دي؟ في اقبال السنه دي جامد عن السنه اللي فاتت. حضرتك ايه رايك في انتخابات السنه دي؟ انت شايفه الجديد فيها ايه؟ هل في اقبال؟ هل في طلبات لاعضاء مثلا اعضاء نادي 6 اكتوبر طالبينه السنه دي او الدوره دي غير الدورات اللي فاتت؟ ده بالنسبه للمراه. والله احنا طلباتنا الدوره دي والدوره اللي فاتت ومن 10 دورات فاتوا. ايه هي طلباتكم؟ طلباتنا النادي يبقى مباني وانشاءات احسن من كده، الحاجات اللي ما كملتش تكمل، ارض النادي اللي ضاعت مننا نشوف لها حل اذا كان هيرجع جزء ولا مش هيرجع. حضرتك انت بتتبني ايه في الدوره اللي جايه ديت بالنسبه لاعضاء نادي 6 اكتوبر او خاصه المراه؟ بتمنى ان هم الرياضه الكافيتريات يبقوا يعني تبقى في تناول الناس كلها، المطعم يبقى مطعم حديث شويه ما يبقاش كده، كل الحاجات. وبتمنى ان النادي يبقى نظيف، يعني نحس اني زي ما بروح نادي الزمالك كده بشوف الراجل مرتضى منصور مخليه حاجه يعني تانيه بصراحه. فانا نفسي برضو النادي بتاعنا يبقى نادي نظيف، يبقى ما فيش خناقات زي ما بنشوف، ما فيش الحاجات السلبيه اللي احنا بنشوفها كلها. تتمنى ايه من المجلس الجديد الانتخابات الجديده؟ والله بتمنى ان شاء الله ان النادي يصلح حاله وان ما يحصلش تاني في طعون ولا اي حاجه عشان النادي يستقر ان شاء الله باذن الله. احنا عايزين النادي بتاعنا يرتقي بأعضائه والاعضاء مجلس الاداره اللي ان شاء الله هننتخبهم ان شاء الله يلبوا طلبات الاعضاء الموجودين في نادي اعضاء الجمعيه العموميه. اتمنى ايه في المجلس الجديد؟ ان شاء الله بس يعني يهتموا شويه بالشباب، يهتموا يديهم فرصه شويه، يهتموا بالرياضات المختلفه لان بتصرف عليها فلوس كتير. نتمنى ان شاء الله ان هم يبصوا برضه للبنيه التحتيه بتاعت النادي وارض النادي، وان شاء الله ربنا يكرم ويوفقهم ان شاء الله. في اي انتخابات طبعا انتم عارفين ان دور الشباب ودور المراه مهم جدا في الانتخابات وفي اختيار مجالس ادارتها. دور الشباب طبعا ان هو بيختار المجلس اللي هو بيقدم خدمات للشباب وبيحاول ان هو يقدم كل جديد وبالنسبه للمراه دورها بيبقى مهم جدا في الاختيار كمان لان هي بتبقى عايزه خدمات خاصه بيها لوحدها. عشان كده هنلتقي هنتعرف بيه طبعا ويعرفنا بنفسه. عبد الرحمن اسماعيل علي، رئيس نموذج محاكاه جامعه الدول العربيه. اهلا بحضرتك استاذتنا. استاذه رباب الشورى، رئيس مجلس امنا مؤسسه كلمه وطن للتنميه. اهلا بحضرتك. استاذ عبد الرحمن، انت في الانتخابات اللي جايه دي بالنسبه للنادي 6 اكتوبر طبعا دي هتختلف عن الانتخابات اللي فاتت، انت بيبقى عندك رؤيه، عندك هدف بالنسبه للشباب، انت ايه اللي انت عايزه او اللي انت بتتمناه يتحقق الفتره اللي جايه او في الدوره اللي جايه؟ بالنسبه لل يعني الاهتمام الاكبر للشباب طبعا هو الاساس في الرياضه، هم الشباب يعني اللي بياخدوا بطولات، هم الشباب اللي بيتعاملوا في اللي بيجوا النادي يوميا واللي بيستفادوا من خدمات النادي هم الشباب. ده الطبيعي جدا وده ده الحاجه الحق العادل للشباب ان هم ياخدوا حقهم او نسبتهم في النادي. هو النادي ده بتاع شباب، الشباب والرياضه، حتى هي تابعه لوزاره الشباب والرياضه، فهي طبيعي الشباب هم العنصر الاساسي، المفروض يهتموا بعنصر الشباب اكتر من الفتره اللي فاتت. الفتره اللي فاتت حرفيا كان انعدام الاهتمام بالشباب. فاحنا نتمنى ان يكون المجلس الجديد او مجلس الاداره الجديد ايا كان مين هو يكون يهتم بالشباب اكتر. وانا شايف ودي يعني مش يعني غريبه على نادي 6 اكتوبر، الشباب المرشحين، كميه الشباب ومشاركه الشباب في انتخابات النادي السنه دي مشاركه قويه جدا، وانا يعني من الحاجات اللي الواحد يتفائل بيها ويستبشر بيها الخير يعني. ان شاء الله. طبعا دور المراه دور تنموي في اي مكان. المراه طبعا انا بعتبرها مش نص المجتمع، انا بعتبرها المجتمع كله، لانها عندها فكر ناضج وعندها فكر سابق افضل. يعني تملي المراه بتحب الجديد، تملي ايه الجديد اللي حضرتك شايفاه عايز يتعمل في النادي الفتره اللي جايه بما انك مثلا عضوه في نادي 6 اكتوبر وتتمني مجلس جديد يحقق كل اهداف المراه؟
والله يعني اكتر حاجه شايفاها مبشره ان معظم المرشحين من الشباب الصغيرين، ومش بس مش شباب عاديين، ده كلهم ابطال تقريبا يعني في اكتر من لعبه. فده مؤشر كويس قوي ان الفتره اللي جايه هيبقى فيها تنميه اكتر واهتمام بكل نواحي التنميه في النادي. وان شاء الله نتمنى للمجلس الجديد ان هو يعني يحقق كل رؤيه الشباب اللي هم بيطمحوا ليها، والاهتمام باللجان، لان الفتره اللي فاتت كان تم الغاء اللجان الرياضيه، فالفتره الجايه ان شاء الله يهتموا بتفعيل دور اللجان الرياضيه في النادي، وان شاء الله يا ربنا يوفقهم. شايفه دور المراه واخد حقه الدورات اللي فاتت، ولا انت بتتمني حاجه جديده تتضاف في الفتره اللي فاتت؟ شوف، هو دايما دور المراه برغم ان هي دورها التنفيذي كبير جدا وقوي جدا، ولكن دورها الحقيقي ما بيبقاش على نفس القدر. يعني هتلاقي القايمة فيها 6 أو 2 بالكثير قوي من إجمالي 12. فنأمل إن شاء الله في كل كيانات الدولة الفترة اللي جاية يبقى في دور أكبر ومشاركة أكتر للمرأة المصرية، وهي تستاهل كده إن شاء الله. كلمة أخيرة للشباب تحب توجهها لهم؟ الشباب هم عماد المجتمع، وهم القوة والعنصر الأساسي في المجتمع. فياريت ياريت مش للشباب بقى، احنا رسالتنا احنا للشباب، من الشباب للدولة، الاهتمام بالشباب بكل جوانبه، إذا كانت الترفيهية، الاجتماعية، الثقافية، كل الكلام ده احنا محتاجين فعلا تنمية فيها بشكل كبير جدا. ويعني احنا رسالتي من شاب للدولة، مش من الدولة للشباب. إن شاء الله. تقولي إيه المرأة اللي جاية تنتخب النهاردة وتتمني إن هي قبل ما تدلي بصوتها تتمني تحقيق الأهداف دي؟ أنا بقول لكل ست النهاردة نازلة علشان تدي صوتها، الطبيعي إن هي من الأول شافت مين المرشحين ومحددة مين الناس، لكن لو حتى مش عارفة مفيش مشكلة خالص إن أنا آخد من الوقت نص ساعة وأبدأ أسأل عن الناس المرشحين لو أنا ما عنديش فكرة عنهم. وإن شاء الله يعني أنا شايفة النهاردة المشاركة كبيرة قوي، وإن شاء الله تكتمل الجمعية العمومية الساعة 7 وتتم الانتخابات على خير إن شاء الله. أهلا وسهلا، حضرتك شايف سير العمل إيه في النادي النهاردة الانتخابات؟ والله أنا شايف الانتخابات على قدم وساق. مرضية؟ مرضية شوية، بس فيها برضو شوية قلق. بالنسبة للأعداد؟ لا، أقل شوية. أقل من قبل كده؟ قبل كده أه. يمكن تزيد بعد شوية، لأن أنت قدامك الساعة 7. الساعة 7 لسه آه. مدودة. أه. حضرتك تتمنى إيه من مجلس الإدارة الجديد؟ والله أتمنى أن يطور النادي. ومن داخل انتخابات نادي 6 أكتوبر طبعاً لابد أن احنا نلتقي بالمرأة وما تمثلها من أهمية داخل النوادي الرياضية. ممكن هنا نتعرف على حضرتك؟ مدام هالة نشأت، مدرسة ب 6 أكتوبر. حضرتك عضوة في نادي 6 أكتوبر؟ من 30 سنة. طيب إيه الجديد اللي أنت شفتيه النهاردة مختلف عن الانتخابات اللي فاتت؟ الجديد شباب النادي. الجديد ان شباب النادي حلو قوي، المجموعه اللي متقدمه عندهم فكر حلو، والاجمل فيهم ان هم قعدوا مع بعض واتفقوا لو حتى في مجموعه كسبت ومجموعه خسرت هيقفوا جنب بعض ويساندوا بعض، وده اجمل حاجه. واحنا فعلا النادي محتاج الشباب اكتر من الناس الكبيره، لان هم دول اللي هيبنوا النادي من جديد. تمام، بقالك قد ايه عضوه في نادي 6 اكتوبر؟ بقالي تقريبا 30 سنه، يمكن اقل حاجه بسيطه يعني. طب تمام، مدة طويلة، ممكن حضرتك تقول لنا ايه الأنشطة اللي ناقصها نادي 6 أكتوبر من حيث الاجتماعيات، الرياضة، الكافيتريات؟ كلميني عن الموضوع. والله زي ما اتكلمت مع الشباب بتاعنا نزل في الانتخابات، احنا محتاجين للنادي دعاية اكتر، محتاجين شركات نظيفة تدخل النادي تقدر تعمل شغل حلو. بالنسبة بدون ذكر اسامي انواع الشركات اللي هتيجي، هي دي اللي هتقوم النادي مرة تانية بحكم ان هي هتقدم خدمة عالية لولادنا. بالنسبة الناحية الرياضية، لا، الناحية الرياضية محتاجة شغل كبير جدا، محتاجة ان كل يبقى في لجنة تسويق داخل النادي تسوق للعيبة النادي، سواء بقى في السباحه، في الطايره، في اليد، في التنس، لان فعلا عندنا كوادر شباب حلوه قوي، دي لو قدرت تتسوق حلو هندخل في مراكز كتير جدا زي بقيه الفرق الثانيه. الخدمات اللي بتقدم للمراه داخل نادي 6 اكتوبر كفيله او كافيه، ولا حضرتك في طلبات تاني ليكم؟ لا طبعا مش كفيله، يعني هو يمكن اكتر حاجه هنا الرواد والرياضه للجميع، لا احنا محتاجين حاجات اكتر من كده علشان تقدر تساند المراه اكتر. محتاجين يتعلم
بتتعمل معارض كتير للمرأة ان احنا نساعدها، على اساس ان في اكيد معانا سيدات ما بتقدرش ما بتكونش بتشتغل انما بتعمل شغل من بيتها، نقدر ان احنا نديها ترابيزات بسعر قليل شوية بحيث انها تقدر تعمل ويبقى معرض دائم، كل فترة نجدد مرأة تدخل الاسبوع ده التانية تدخل بعدها، بحيث ان نقدر لكل سيدات النادي اللي بتشتغل الموضوع ده تقدر تعرض منتجها. ايه رأي حضرتك في انتخابات الدورة دي؟ والله الانتخابات المرة دي يعني بنأمل فيها يعني انها احسن من الانتخابات السابقة. وحتى ليك طلبات معينة مثلا من مجلس الادارة اللي ان شاء الله يعني ليك طلبات معينة في النادي؟ كل نادي الاعضاء بتوعه فيها طلبات لمصلحة النادي، دول الاعضاء المعتدلين. اهلا وسهلا بحضرتك، حضرتك شايف اسمك؟ انا المهندس ايهاب الهادي، عضو في نادي 6 اكتوبر. اهلا بحضرتك، ايه راي حضرتك في سير الانتخابات؟ والله الوضع معقول جدا، في اقبال كبير جدا على العمليه الانتخابيه وربنا ييسر. عدد كويس عن السنه اللي فاتت؟ في فرق؟ في اعداد كبيره طبعا، في اعداد كبيره موجوده، والله المستعان يعني ربنا ييسر ويتم الاختيار، يكون الاختيار في صالح النادي يعني. ان شاء الله. حضرتك تتمنى ايه من المجلس الجديد؟ لا، النادي محتاج شغل كتير جدا في مجال الرياضه، في الخدمات الاجتماعيه، في كل حاجه النادي فيه شغل كتير جدا، هيبقى صعب جدا، عايز مجلس نشيط، مجلس عنده رؤيه عنده فكر، لان النادي في حاله يعني صعبه جدا، فنتمنى للمجلس اللي جاي يقوم بدور كويس ويقدم خدمه كويسه لاعضاء النادي، لان النادي اسمه نادي 6 اكتوبر وده بيعبر عن مدينه 6 اكتوبر، والمفروض يكون في مكان احسن من كده. اشرف يونس من اكتوبر، من سكان اكتوبر، ومهتم طبعا بانتخابات في النادي 6 اكتوبر، لان الانتخابات ديت اساسيه وحاجه مهمه للمدينه نفسها، ومفروض ان هي يعني حاجه النادي نفسه بيعمل على ارتقاء المدينه من خلال التواجد بتاع الناس الرواد هنا والانشطه اللي بتتم في النادي، فربنا يكرم كده ان شاء الله. ايه الجديد اللي انت شايفه السنه دي او الدوره ديت ما شفتوش في الدورات اللي فاتت؟ هو الشباب، الشباب ودورهم طبعا زي كما قال السيد رئيس الجمهوريه، الاهتمام بالشباب، والشباب دورهم الواعد في الرقي بالمنطقه وبالمدينه وبالنادي يعني. نقلنا لكم أعزائي مشاهدي برنامج شارع العرب العرس الانتخابي داخل نادي 6 أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة، فبالتوفيق لجميع أعضاء النادي وبالتوفيق لمجلس الإدارة الجديد اللي هيحقق إن شاء الله طموحات نادي 6 أكتوبر. شكرا لحضراتكم.